السلام عليكم. تتوزع الأنظمة الجوية في الوطن العربي عطلة نهاية هذا الأسبوع بسيطرة المرتفع الجوي العلوي على أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية، وكذلك الحال في المغرب العربي، فيما تشهد المملكة المغربية بما يعرف علميا بنظام جوي مغلق، حيث يحيط بالمنخفض الجوي مرتفعات جوية من كل حدب وصوب، ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة تأثر المملكة المغربية بالمنخفض الجوي، في حين يتوقع أن تشهد دول المتوسط بما في ذلك شمال ليبيا ومصر تأثيرات مباشرة لمنخفض جوي. على الجانب الآخر، بلاد الشام يتوقع أن تسيطر عليها كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة بمشيئة الله. على صعيد الظواهر الجوية، يتوقع أن تشهد المملكة المغربية زخات من الأمطار تكون رعدية أحيانا بسبب النظام المغلق الذي ذكر آنفا. تأثير المنخفض الجوي يتوقع أن يطال شمال مصر يومي السبت والأحد مع تحركه شرقا إلى منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وذلك على شكل هبوب رياح نشطة وهطول زخات من الأمطار تكون رعدية أحيانا. ويمتد تأثير ذات المنخفض إلى الأجزاء الشمالية من بلاد الشام مطلع الأسبوع القادم بإذن الله، وبشكل أقل لبعض المناطق العشوائية من فلسطين والأردن. يتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية أجواء مستقرة في أغلب المناطق باستثناء أجزاء متفرقة ومهدودة من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية، وكذلك الحال في مرتفعات اليمن، وتكون فرصة الضباب مرتفعة فجر وصباح يومي السبت والأحد على أجزاء من المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية بما في ذلك الدمام، وبالإضافة لبعض المناطق الغربية من دولة الإمارات. هذا والله أعلم.